كشف الوزير الأول عبد المالك سلال عن أن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد شرعت فعليا في تطبيق بطاقة التعريف البيومترية. سلال ولد عرضه لمخطط عمل الحكومة أمس بالمجلس الشعبي الوطني، أكد أن إطلاق وتعميم بطاقة التعريف الإلكترونية أو البيومترية سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة. الوزير الأول تعهد بإعادة الاعتبار للمرفق العمومي وتجديده، مذكرا بالإجراء المتخذ من طرف مصالح وزارة الداخلية بخصوص استخراج البطاقات الرمادية، موضحا أن هدف الحكومة سيكون التوصل إلى رقم وطني لكل مواطن. وفي ذات السياق، طمأن الوزير الأول عبد المالك سلال العمال بشأن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فضلا عن إعادة تحديد محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون من خلال إعادة صياغة معمقة للمادة 87 مكرر. سلال أكد أيضا أنه سيتم توسيع مجال تغطية الضمان الاجتماعي إلى فئات جديدة ومواصلة تحسين نوعية الخدمات وإصلاح تمويل هذه المنظومة. دائما مع الشأن الحكومي، حيث كشف الوزير الأول عبد المالك سلال أن إطلاق تقنية الجيل الرابع للهاتف النقال سيكون بداية من سنة 2015. سلال قال أنه سيتم مواصلة تعميم التدفق العالي والعالي جدا في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية ليشمل كل البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 1000 نسمة في الشمال و500 نسمة في الجنوب، إضافة إلى المناطق الصناعية والمؤسسات التربوية والصحية.